السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو فوز علي بيان. معكم كوثر من قناة كوثر لايف ستايل. فيديو تاع اليوم راح نديرو على إجراءات الدراسة في تركيا، إجراءات التخصص، بما أنه فاتحين الجامعات، فاتحة مجال للتسجيل، وأكيد الجامعات الخاصة هنايا بزاف طلبة يبعثوا لي في الانستغرام كوثر أنا حابين نسجلو. حبيت نعلمكم اولا انه ما نسجلش انا في الجامعات الحكوميه، علاه؟ لانه تاخذ وقت، وايضا فيها مفاضله، فيها شروط للطلبه، لذلك نحب نسهلها على الطالب من خلال التسجيل في الجامعات الخاصه اللي ما تشترطش، ما عندها شروط كبيره. يعني حتى اذا كان عندك معدل 10.00 تقدر تقرا عفوا اي تخصص كان، ما عدا التخصصات الطبيه اللي خلينا نقولوا لاموين احسن تكون من 12 الفوق. الواحد يجرب حتى اذا كان عنده 11-12 يجرب، في هذه الحالة اوكي يكون قبول. لكن التخصصات الطبية حبيت نعلمكم باللي غالية جدا، كلمة يكونش عندهم معلومات كبيرة. فافضل حاجة الى ما كنش حابين ديروا تخصصات طبية تقدروا ديروا التمريض. التمريض مطلوب بزاف في الجزائر، ولا هنا يعني بعشرة تقدر تقراه، وايضا اسعار تاعو مناسبة للجميع. المهم حبينا نهضروا كاين صنفين من الناس اللي يبعثوا لي الرسائل في الانستغرام. كاين صنفين من الناس اللي يبعثوا لي في الانستغرام. كاين صنف اللي مثلا به يقرا، يعني به تخصص معين في راسه ومرحله معينه في راسه، وكاين صنف اخر اللي به الاقامه فقط. فكي تبعث لي في الواتساب، حخلي لكم النيميرو تاعي تاع الواتساب ولاباج تاع الانستغرام تاع العمل، بروفيسيونال تاع العمل. تبعث لي اول رساله تقول لي كوثر شفتك في اليوتيوب وراني حاب ندير الدراسه بغرض الاقامه، ولا يكتب لي كوثر راني حاب جيتك من اليوتيوب وراني حاب شفت لا فيديو تاعك وراني حاب بغرض الدراسه والاقامه، يعني او حاب يقرا وحاب يقيم. كاين اللي حابين يقرا يحبين الاقامه فقط، باش نعطيكم باش انا نسهل عليكم بالاختيار. الا بغيتي الاقامه نختار لك ارخص جامعه واللي تبدا من 1400 دولار. تمام، نخير لك ارخص جامعه لانه انت بيك الاقامه فقط. داكو، ولا بكم من غير الاقامه الى بك تقرا. فهنايا في هذه الحاله نشوف التخصص تاعك، وكاين تخصصات مثلا التخصص ديالك متوفر في عديد من الجامعات، نشوف لك ارخص واحد ولا للناس بالجامعه اللي راك حابها. واش كوتي اسكو اوروبيان اسكو ازياتيك الى ما كذلك من الامور، يعني نسهل عليكم هذا الشيء. بعد ما اختيار التخصص او اختيار الحاجه اللي راكم حابينها، انا نبعث لكم في السيستم من الموقع الرسمي تاع الجامعات كل جامعه تخصص هذا السعر الفلاني، كل جامعه تخصص. وايضا تقولوا لي واش من المرحله. الى عندك بكالوريا فتقدر دير يا اون ليسونس اللي هو المعهد، ويا اما ليسونس اللي هو البكالوريوس في تركيا. الى عندك ليسونس في الجزائر تقدر تقرا يا معهد يا ليسونس يا ماستر. الى عندك ماستر تقدر تقرا يا معهد يا ليسونس يا ماستر يا دكتوره. شتو لي شوا اللي عندكم اللي بهم الاقامه، ولا حتى اللي عندكم دكتوره ولا عندكم ماستر بكم الاقامه فقط، ندير لكم اون ليسونس يعني معهد في جامعه. داكو، باش تحصلوا على الاقامه وتحصلوا عليها بصفه عاديه. طلبه تاعي الحمد لله تحصلوا عليها بصفه عادي، هذا الشيء اللي يعني حبيت نركز عليه. المهم بعد ما تبعثوا لي المرحله اللي راكم حابينها بالتخصص، ونبعث لكم انا الاسعار في الجامعات، ونشوفوا اللي تناسب مقدوركم المادي ونخيروا التخصص. حتى اذا حبيتوا تخصصين، حبيتوا تخصص واحد في جامعتين، نجيب لكم القبول الاولي عادي لانه القبول الاولي مجاني. نجوا للاجراءات، فخلونا نكملوا الفيديو. ليسونسيال ليكيب، جينا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه وشنو هي؟ اللي هي انكم تبعثوا لي لي دوكومون تاعكم عفوا باش نجيب لكم القبول الاولي. كما قلت لكم القبول الاولي مجاني، مجاني اكيد مجاني. واش تبعثوا لي في حاله كون حابين معهد او ليسونس؟ تبعثوا لي البكالوريا ديالكم، غولفيدمون تاع البكالوريا، غولفيدمون تاع البكالوريا، وايضا الصوره الشمسيه وصورة جواز السفر الصفحة الأولى، اسم الأم والأب باللغة الفرنسية، وكذلك الإيميل ديالكم. صور تقدروا تسكانيهم بالابليكاسيون تاع التليفون عادي، يعني ماشي شرط تروحوا عند ليدر سكاني. تبعتوهم لي نجيب لكم القبول الأولي، يقدر في 24 ساعة يقدر في يومين على حساب الجامعة والضغط ديالها. نجيب لكم القبول الأولي. القبول الأولي نبعتهم لكم في الدياب في الواتساب، والتعامل أكيد راح يكون عن طريق الواتساب. يعني تبعتوا لي كل حاجة في الواتساب، راح نخلي لكم العاون، نخلي لكم النيميرو هنا، ونخلي لكم أيضا صفحة العمل. بعد ما نبعث لكم القبول الاولي بي دي اف في الواتساب، نجي المرحله الثانيه. هذه المرحله الاولى اللي هي القبول الاولي. المرحله الثانيه اللي هي القبول النهائي.
شوفوا في القبول الاولي اللي نبعثها لكم على حساب الجامعه، كاين جامعات القبول الاولي تاعها 5 ايام ويموت كما جامعه نيوزيلندا، كاين جامعات 15 يوم باش يموت كما جامعه اطلس القبول الاولي، كاين جامعات كما قاليش 21 يوم باش يموت القبول الاولي، يعني على حساب الجامعه. ف قبل ما يموت القبول الاولي يعني نقدر نجدد لكم، بصح احسن حاجه باش تضمنوا مقعد في الجامعه قبل ما يموت لكم القبول جربوا تدفعوا لي فخي تاعكم، حتلقاو الايبان تاع الجامعه في القبول الاولي تلقاوه بالدولار باليورو، هي احسن حاجه تدفعوا بالدولار لانه هو الاقل سعر. كيفيه الدفع كوثر، شوفوا عندكم ثلاث حلول، يا اما واحد في تركيا لهنايا تعرفوه انسان تعرفوه دايرين فيه ثقه، تعطوا له القبول الاولي ديالكم تعطوا له دراهم، تبعثوا له دراهم ولا هو عنده دراهم ولا يخلص لكم بالدولار، مثلا نفترض نخلوها 1500 دولار، يروح شوفوا هي تقدروا ما تخلصوش كاع الكري، مثلا كاين بعض الجامعات كيما جامعه اطلس نفترض تخصص تاعها اون ليسونس 1800 داكور 1800 دولار، هما يقولوا لكم باش نعطوكم القبول النهائي يعني تضمنوا مقعد في الجامعه ما كانش اللي يدوه لكم، دفعوا لي ديبوزيت تاع 1000 دولار فقط باش نعطيكم القبول النهائي داكور. وكاين بعض الجامعات مثلا ينيوزال المعهد فيها 1400 تقول لكم 1400 ديجا مبلغ ماشي كبير، فالديبوزيت هو 1400 ماشي 1000، يعني تدفعوا لي المبلغ الكامل يعني على حسب الجامعه كيفاه تتعامل. كي تدفعوا مثلا نفترض اطلس نفترض 1800 ودفعتوا 1000 دولار يا يعني اما عن طريق واحد يسكن في تركيا يروح يخلص لكم، تقولوا لي كوثر كيفاش يخلص راني جايتكم. شوفوا يا يعني اما في القبول الاولي مكتوب الجامعه مع من تتعامل، مثلا جامعه اطلس تتعامل مع كريدي بي يا بي بانكاسي، جامعه ينيوزل مع البركه مثلا اطلس عفوا قليش تتعامل مع البركه وزراعات، يروح اقرب بنك تاع البركه اللي قدامه يروح يديرهم القبول الاولي ويقول لهم راني حخلص لهذا الاورانجي داكو، في الوصل فقط يكتب نيميرو دو ريفيرونس ويكون في القبول الاولي اصلا ما يكتبوه مكتوب، ويزيد يقدر يكتب اسمكم ولقبكم ونيميرو تاع الباسبور ديالكم فوالا، هادشي يكتبوه في الوصل الدفع تاع البنكه مور ما يخلص لكم. يعني هذه الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه ما عندكم حتى واحد في تركيا تقدروا، كاين طريقه شابه انكم ديروا عن طريق التحويل، تشوفوا مكتب تحويل في الجزائر تقولوا له شحال تحولنا 1000 دولار يكون ثقه، انا نتعامل مع انسان بزاف ثقه، تحبوا تبعثوا لي في الواتساب نعطيكم الرقم تاعو، تقولوا له 1000 دولار مثلا 1000 دولار شحال الايكيفالونس تاعها بالدينار يعني بالتحويل، يقول لكم مثلا نفترض يقول لكم 23 مليون نفترض، فانتوما تعطوه 23 مليون سي سي بي في الدينار، تحبوا تروحوا له للمكتب تحبوا تبعثوا له سي سي بي، انا انسان اللي نبعثوا لكم مضمون فيه غير تبعثوا له سي سي بي، في هذه الدقيقه انا نروح نرفد الدولار هنايا في تركيا في اسطنبول عفوا، كي نرفد الدولار نروح نخلص لكم القبول النهائي ديالكم في الجامعه، نبعث لكم وصل البنك خطوه اولى وصل البنك تحتاجوه، والخطوة الثانية نبعث لكم القبول النهائي بعد يوم أو يومين، يعني أنا بعد ما نثبت لكم في الجامعة أنه خلاص خلصتوا هما يوم يومين يبعثوا لكم في الإيميل ديالكم ويبعثوا لي عندي أنا ثاني القبول النهائي داكو. هذه هي الخطوة الثانية. نروح الخطوة الثالثة اللي هي الفيزا، أنا ننصح أي طالب يقدم عن طريقي براسكم تقدموا مع كاتب ثانية، ولكن ننصح أي طالب حتى إذا ما قدمش عن طريقي يطلع فيزا سياحية ديركت، الفيزا السياحية خلال 4 أيام تطلع لك الفيزا، قولوا لي كوثر وشنو هو الدوسي راح نخليه لكم في لاباغ دانفو، وتقدروا تشوفوا في الفيديو اللي قدمت تاعي في لاشين يوتيوب راني حابة فيزا مضمونة للعاطلين على العمل عن طريق الكفالة، ما كانش لي مديها عشان طلابي كاع داوها فيزا هادية، لأنه القانون ابتداء من 2024 حتى قبل 2024 كان حتى إذا جيت فيزا سياحية وقدمت على الدراسة يعطوك إقامة، المهم أوراقك تكون نظامية، وشنو هي الأوراق؟ أنا جايين باش نطرقوا لها. تطلعوا ديروا فيزا سياحية، الحمد لله كاع زبائني وإن شاء الله يشوفوا هذا الفيديو تاعي الزبائن تاعي ويكتبوا لي كوثر عندك الحق، طلعوا بالفيزا السياحية، حنخلي لكم ميساج من الميساجات تاع الطلاب اللي طلعوا فيزا سياحية وتحصلوا على الإقامة بعد ما كانوا متخوفين. المهم ومن بعد موراها هذه الخطوه الثالثه تحصلوا على الفيزا، الخطوه الرابعه نشوف لكم الدار ديال السكن على حسب مقدور الطالب، كاين اللي يجي لسكن طلابي كاين اللي يقدر على ستوديو كاين اللي يقدر ما يقدرش يقدر على سكن بناتي او شبابي، تقولوا لي كوثر سكن شبابي وبناتي ما يعطوناش عقد الايجار، فهل انا نحل لكم هذه الوضعيه، اكيد الناس اللي تسجل عن طريقي، فانا في المرحله الرابعه نشوف لكم دار على حسب الامكانيات ديالكم، عندكم حاجه فقط اليوم الاول تباتوا في اوتيل تريحوا فيه، اليوم الثاني تنتقلوا للدار ديالكم بعد ما نكون انا شفتها لكم بلا عرض بلا والو، يعني بالكلمه نشد لكم بالكلمه وانتم تتفاهموا مع مول الدار كي تجوا ان شاء الله تروحوا تسكنوا، هذه هي
اللي يسكنوا في استوديو وحدهم ولا سكن طلابي وعندهم عقد ايجار وفروهم سي بون، هذا في الدوسي تاع الاقامه، لانه يعني في الدوسي تاع الاقامه يسحقوا عقد ايجار. ويسكنوا في سكن بناتي كما درت لطالبتين بالمناسبه ديكاس لهم اللي كانوا خايفين، درت لهم عقد ايجار سكن طلابي. حنايا نتعاملوا مع واحد سكن طلابي، يعني كل حاجه ريغلو، فقط لازم نجيب لهم الاورنج بلقيسي. كيفاش نجيبوا الاورنج بلقيسي؟ انا جايين بعد ما تسكنوا تريحوا يوم يومين، تروحوا للجامعه كخطوه اولى، تدوا الاوراق الضروريه اللي هي الباك والغولديمون تاع الباك، الصور الشمسيه، وصل الدفع اللي بعثوه لكم تاع لابونك، والقبول النهائي تدوا وتقولوا لهم اورانجي بلقيسي اتشن، يعني انا حابين نخرجوا الاورانجي بلقيسي. اجراءات سهله، في حاله ما اذا خلصتوا المبلغ كامل، مثلا في نيوزال 1400 خلصوا 1400، تروحوا ترفدوا ديريكت الاورانجي بلقيسي. في حاله ما اذا خلصتوا ديبوزيت فقط، مثلا بجامعه يد اطلس خلصتوا 1000، قالت لكم هذيك 800 نفترض، فهنا تكملوا المبلغ للجامعه وتعطيكم الاورانجي بلقيسي ديالكم اللي شهاده المدرسيه. الشهاده المدرسيه من خلالها تقدموا على الاقامه، بلا بها ما تقدروش تقدموا على الاقامه. كم تروحوا شنو الدوسي تاع الاقامه؟ رانا جايين، سمحوا لي كل هضره نشرب فيها رشفه قهوه. الدوسي سهل جدا، اللي هو عباره عن الاورنج بلقيسي اللي خرجتوها، اللي هي الشهاده المدرسيه، التامين، الضريبه، الموعد، الموعد اللي هو لو نيفو تاعكم تاع الاقامه، الموعد، موعد الاقامه الدراسيه، الضريبه، التامين، وايضا عقد الايجار. عقد الايجار ما عندكمش، قلت لكم نخدمه لكم بمبلغ جد بسيط وحقيقي، عقد ايجار حقيقي وعقد ايجار طلابي، ونخدمه غير للطلبه، يعني اللي جايين سياحه ما نخدم لهمش، اصلا غير متوفره الاقامه السياحيه. المهم اصلا غير مقبول، يعني عقد ايجار طلابي لواحد جاي سياحه غير مقبول، على بالكم بهذا الشيء. ضريبه وتامين ومبلغ جد سائد، يعني والله صدقوني بالله بارابور لهادو البيرو كيفاش راهم يخدموا اسعارهم، يعني حتكونوا ساتيسفي معايا بزاف ما نكذبش عليكم. حتى اللي جابوا اورنج بلقيسي من جهه ثانيه وحبوا يخدموا عن طريق الاقامه، ماشي مشكل، نوجد لهم دوسي، يعني ما حاش محتاج الخدمه ليا فقط. هذا ما كان فوالا. تبتوا تقدموا على الاقامه. كيفاش تقدموا على الاقامه بعد ما توجدوا الدوسي؟ عندكم خطوه اولى هذاك الموعد، موعد مكتوب موعد اقامه دراسيه. الحاجه الاولى تروحوا للامنيات تدوا لهم الموعد والاورنج فقط، داكوغ، لانكم جيتوا فيزا سياحيه ماشي فيزا دراسيه، تختلف الاجراءات. تدوا لهم الموعد والاورنج بلقيسي وتروحوا تبصموا فقط. بعد البصمه ما تفوتوش 15 يوم باش تروحوا تدوا الدوسي للجامعه، يستحسن في نفس اليوم تكملوا من الامنيات تروحوا للجامعه يلفكم الوقت، الا ما كفاكمش غدوه من داك، المهم ما تطولوش، احسن حاجه تدوا الدوسي للجامعه. الدوسي عباره عن اورنج بلقيسي، تامين، ضريبه كما قلنا، عقد ايجار، موعد خلاص درتوه في الجامعه، درتوه في الامنيات ما يحتاج. فوالا، هذا ما كان، هذا هو الدوسي كامل. وتسناو، عندي طلاب والله في 4 أيام 7 أيام ماكسيموم رجعوا لهم، وكاين طلاب يطولوا لهم حتى لشهر شهرين عادي، إجراءات جد عادية ما تطلقوش فيها. فوالا، حتقولوا لي كوتر أسعار التخصصات، ابعتولي أي حاجة راكم حديروها ابعتولي. كاين تخصصات حبيت نقول لكم غلطت، وكاين تخصصات مازالها متوفرة، فاستعجلوا اللي حب يسجل لسنة 2024 2025، فاستعجلوا من أجل التسجيل، يعني لأنه راح تخلص هذه الدورة. فهذه هي، اللي أي واحد مهتم بالدراسة يبعث لي، وراني هنا متوفرة من أجلكم. عندكم الحساب تاع الإنستغرام تاعي اللي هو كوتر لايف ستايل، دوكم وراه لكم، والنمرو تاع الواتساب رقم جزائري راني نخدم به، بالرغم من أنه متواجدة أنا في تركيا، ولكن عادي جدا. تبعتوا لي في الانستغرام، نخلي لكم الانستغرام ديالي نكتبه لكم، وزيد هاوليك هاوليك مكتوب الصبر تشوفوا كوتر فيزا او بالمقلوب، ولكن هذا هو باش ما تخلطوش، هذا هو الانستغرام ديالي. فوالا، ابعتوا لي المزيد من الاجراءات. انا وصلت الى نهايه الفيديو، جيسبر يكون فاتكم، ونعاونكم في كل الاجراءات ثاني تحوسوا على الخدمه، بزاف طلبه يحوسوا على الخدمه، فنعطيكم نصائح من اجل العمل والدراسه في نفس الوقت، وراح نكون معاكم. انا كل زبائني يعني كل طلابي يعني اللي جاوا عن طريقي نعتبرهم اصدقائي، يعني حتى والله طلابي من العام اللي فات ومن العام اللي فات قعد بيناتنا تواصل، يسقسوني كوتر صحبت هذه، احتجت هذه، حتى انه نتلاقاو في بعض الايام ما كانش مشكل. وهذا ما كان، انا وصلت الى نهايه الفيديو، نتمنى تخلوا لي لايك واعجاب، وتخلوا لي تعليقاتكم، تدعموني في الانستغرام بالمشاركه، يعني تعملوا فولو وديروا جام على هذا البوستات، وفوالا تدعموني فقط باش نكمل. الحمد لله نخدم بثقه ومصداقيه، وراح نكون معاكم في كل
في كل الإجراءات إن شاء الله. هذه قرشوز.